بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 56. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رده على الذين يزعمون أن في نصوص الصفات ألفاظا لا بد من تأويلها عن ظاهرها، وقد سبق في الحلقة السابقة سياق إجابته عن بعض تلك النصوص، والآن ما زال الحديث في هذا الموضوع موصولا. فيقول رحمه الله: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديهم. وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيده الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك، إلى أن ذكر القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، وقد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلامه بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله: وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيخيل إليه أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه،
كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ثم يريد أن ينفي هذا الزعم، إلى أن قال رحمه الله: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. قد علم أن ما ثبت للمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى. وكذلك قوله: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، إلى أن قال رحمه الله: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، لأن السماء يراد به العلو، وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو. وإن أريد بالسماء الأفلاك أي السماوات المبنية، كان المراد أنه عليها سبحانه وتعالى، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل أو في السطح، وإن كان على أعلى شيء منه. وبهذا الذي ذكره الشيخ من البيان أن السماء يراد بها معنيان: الأول أن تطلق على ما علا وارتفع، يقال لكل ما علا وارتفع إنه سماء، فيكون المراد على هذا أن الله في السماء يعني في العلو، ويراد بالسماء المعنى الثاني وهو السماوات المبنية ذات الأفلاك، فيكون المراد على هذا أن الله في السماء يعني فوق السماء. والله تعالى أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.